هنشوف كمان قائمة ملوك أبيدوس، واحدة من النوادر اللي فيها 76 ملك. لا ملك ولا إله؟ ملوك الآلهة في المقابل ليها. ده اسمه ممر الملوك وسط العام، هنا اهو. اتفضل. ممر ايه يا دكتور؟ الملوك. ممر الملوك ليه؟ عشان عندي هنا 76 ملك، من اول الملك مينا هنا اهو. مينا موحد القطرين، ده الخرطوش بتاعه. ده اول واحد هنا اللي انا بشاور عليه. وحتى الملك سيت الاول. طبعا عندنا 76 ملك من الاسره الاولى، الاسره 19. كل دول ملوك. في المقابل ليهم عمل قائمه بالالهه. 130 معبود واله في 130 مكان. حلو قوي. بس طنش ناس. ها توت عنخ امون. توت عنخ امون ما كانش بيحبه. لا هو كان اسمه توت عنخ اتون. كل اللي هرطق مع اتون، مع اخناتون. شاب. اخناتون اصلا عمل لهم التوحيد. بالظبط. عمل لهم تل عمرنا، وبعدين لما مات بالظبط شالوا تل عمرنا وشالوا كل حاجه. بالظبط. وشالوا الديانه بتاعته. بالظبط. فما حطوش هنا. لا ما حطهمش. فترة الهكسوس ما حطهاش لانه انتصار وهزيمة. هنا اسمه هزيمة، انكسار وهزيمة. هو ما فترة الملوك اللي فترة ما يبقوش ملوك. بالظبط. هنشوف كمان واحدة من نوادر أبيدوس من علو الأوزوريون، غير مكرر في أي مكان تاني في مصر. الأوزوريون؟ الأوزوريون نسبة إلى أوزوريس الاسم بتاعه. في إيه بقى؟ عبارة عن إيه؟ الشوف أحسن من الشوف. طيب تعال نشوف الأوزوريون. أنا معلش، إحنا تعبناك؟ لا 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 لا. احنا تعبنا الناس اللي بتفرج على الزام داخو. ابدا 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 على راسنا. ده مبنى الاوزوريون يقع خلف معبد سيتي الاول، واحد او مبنى واحد غير مكرر في الحضاره المصريه بالكامل. كان مغطى بسقف يتكون من احجار جرانيت جايه من اسوان. تخيل المبنى ده كان مغطى بالكامل لما جه الملك سيتي الاول يبني المعبد، فخلاه عدل المبنى بالكامل. تصميم المبنى، المبنى ده بياتوه زوار من كل بلدان العالم عشان فيه ممر طويل خالص منقوش عليه كتب العالم الآخر، فكرة رحلة المتوفي في العالم الآخر. ده في الناحية التانية، الحد عند القبول هناك عملية الدخول، الحد ما نصل لهذه الجزيرة الحجرية المحاطة بقنوات. هنا لعل المصري القديم حب يصور بدء الخليقة، الماء الأزلي نون اللي كان مغطي طبقات الأرض، وعملية ظهور الأرض وظهور الإله في مصر القديمة. دكتور نجيب أنا بشكرك جدا، شرفتنا وعرفتنا ونورنا أبيدوس. مدير الآثار في أبيدوس أو في البليانة. مدير الآثار في البليانة. بالظبط. البليانة كلها. بالظبط.